السيري ينبغي التركيز على مسألة واحدة هي الأهم هي الأبرز، وهو دور الإعلام والاتصال عامة في إنشاء فضاء عام يتناقش فيه الناس. النقاش العام للديباك البليك في تونس يكاد يكون غائب، ولا يمكن أن يكون سلام في مجتمع ما دون هذا النقاش. السلام لا يعني فقط غياب الحرب، السلام أكثر من ذلك. السلام هو أن تعيش الناس مع بعضها البعض في وئام، أن يتفقوا حول مجموعة من المبادئ يتعايشون في ظلها تحت رايتها، وهذا الذي يساهم في بناء الديمقراطية. هناك مسائل مبدئية بدائية تتمثل في أنه لا يمكن أن يكون هناك ديمقراطية دون حوار ودون إعلام يساهم في هذا النقاش. النقاش في الفضاء العام، يعني هذه الندوة جزء من النقاش العام، ما يقال في الجامعات، ما يقال في الندوات الأخرى، ما يقال يعني في الساحات العامة، هذا كله هو وجه من أوجه أكثر من الحوار هو النيغوسياسيون، يعني ضع الطريقة كلمة بالعربية تفاوض. هو الحوار، الحوار يتمثل في أن تتبادل الناس أفكارهم رؤاهم. التفاوض هو أكثر من ذلك، التفاوض هو أن يصل الناس إلى اتفاق في مسألة ما، والتفاوض يقتضي أن تكون هناك مساواة بين الناس، يعني ناس مسؤولين أحرار. لا يمكن أن تفاوض ونحن لسنا أحرار، أتي كيف أن الأمور متصلة ببعضها البعض. أعود لألخص أنه ما لم يكن هناك نقاش عام في فضاء عام سليم وسائل الإعلام جزء مهم منه، لا يمكن أن نتحدث عن سلام. لا يعني أن هناك بالضرورة حرب، لكن كما قلت منذ حين حسب القولة الشهيرة لسبينوزا التي يقول فيها السلام لا يعني فقط غياب الحرب.